يلا بيش ده ديفولبر. احنا نتخيل الديفولبر هنا على رولون ماجنتيك وهيسلمه لايه؟ السليف رول بتاعنا هنا. ادي شويه ديفولبر اهم بحبر، انا هحطهم على السليف رول هنا كده اهو. بص بقى اللقطه دي، الرول السليف رول راكب من جواه اكس تاني بمغناطيس. بص كده لما بتحرك واضحه؟ تمام. بص بتعمل ايه؟ انا ما لفتش السليف، انا لفيت الاكسل بالمغناطيس بس. بتحتفظ بالديفولبر على ناحيه من غير ما تروح على الناحيه الثانيه الحبر بس هو اللي بيتبقى. الله ينور عليك. بيبقى ايه اللي على السليف؟ الحبر بس. الحبر بس. بص هو بتلف معاها، شايفها اهو ده الديفولبر كده، والديفولبر اهوت ايه متخلط بالحبر. واضح كده؟ ادي حركه كده الديفولبر اهو. بص انا بحركش الايه، انت بتحرك الاكسل. انا بحرك الاكسل اللي جوه. تمام. طب اشوف ايدك بس وهي بتحرك الاكسل. الاكسل تمام. يبقى احنا اللي بنحرك الرول، احنا بس الرول هو ثابت، انا بحرك الاكسل. تمام. فالاكسل ده فيه مغناطيس. حلو الكلام. بياخد الديفولبر بالحبر. تمام. ويفرده على الرول كله من بره. حلو الكلام. لما الرول يبقى عليه حبر زي كده بيوصله لمين؟ للدرام. فاصبح ان ايه، الدرام خد الشحنه بتاعت الحبر بتاعته من على السليف رول من غير ما يسحب معاك كميه ديفولبر. مين اللي بياخد حركه، المغناطيس ولا الرول؟ المغناطيس اللي بياخد حركة. الرول ولا المغناطيس؟ لا المغناطيس. المغناطيس هو اللي بياخد حركة والرول بيفضل ثابت في مكانه؟ لا الرول بيتحرك برضه. الرول الاثنين بيتحركوا؟ يعني بيتحركوا. الاكسل اللي انت بتلفه دلوقتي ده راكب عليه ترس وبيتغذى بالحركة؟ اعتقد حركة. ولا راكب عليه زومبا مثبتاه في مكانه في اتجاه معين؟ بص انت لما هتيجي تركبه دلوقتي الطريق الميكانيكي يهيئ لك انك انت تفهم النظريه اكتر. حلو الكلام. انت دلوقتي اللي انا فهمته من كلامك ان انت افترضت ان المغناطيس بيتحرك وبيجيب الديفولبر من جوه لبره. تمام. او في نظريه ثانيه ممكن تقول ان المغناطيس بيبقى متسنتر على جوه، ان دي بتبقى متسنتره على دي كده. هنا ده راكب ايه، ترس ولا راكب ايه؟ هنا الجزئيه دي ثابت في مكانه. ده ثابت في مكانه اللي هو المغناطيس. يعني المغناطيس ما بيتحركش. طب لو هنتوقع اتجاه ثبتان المغناطيس، يعني هيبقوا مثبتينه من ناحيه بره ولا من ناحيه جوه؟ من ناحيه جوه. ليه بقى؟ مالوش في الدراب في الحبر بتاعك. انت ممكن بقى تفترض انك انت واحد يثبت لك المغناطيس من ناحيه، انت واخد بالك، وتحط الديفولبر وتلف الرول. هنا هيبان لك اللي فعل اللي بيحصل. واصله؟ يلا بينا. تمام. يبقى اللي بيلف الرول اللي مش المغناطيس. الله ينور عليك. يبقى احنا وجود المغناطيس باتجاه واحد ليه بقى؟ ترسم هنا ده اللي انت وانت دلوقتي هتجربه هتحققه. هو ده هيمسك لك المغناطيس يثبته في اتجاه، هنحط عليه الديفولبر وانت هتلف الرول. هنلف بس. ايوه افرشه بالعرض كده بحيث ايه يبقى باين معانا في الجامعة. اللي بيتحرك الرول. تمام. والمغناطيس بيبقى ثابت. حوده دلوقتي مثبت لنا المغناطيس في انهي اتجاه. حوده اثبت على الاتجاه اللي احنا هنا فيه ده. لفوا عليه ما ايوه شوفوا بعينا. اللي بيلف كده من تحت المغناطيس. على كده. ايوه. ده كده المغناطيس. طب ثبته لنا بقى من فوق، يعني خلي الديفولبر ثابت. لف بقى الرول. يلا بينا لف الرول. لف اكتر. لف خالص. بص واخد بالك ان الديفولبر ثابت في مكانه؟ والحبر هو اللي بيتاخد من وسط الديفولبر عشان يتعرض على الدرام. واصله؟ يبقى هي دي اليتهم في الموضوع عشان يتنقل الحبر من جوه التانك لبره التانك. الرول ماجنتيك ياخده يشحنه عادي، بس الرول ماجنتيك ما يسلموش الدرام، يسلمه للسليف رولر. السليف رولر ده في جنب متمغنط يمسك الديفولبر، بس بيلقط الديفولبر من بالحبر من وسط ايه؟ من الرول ماجنتيك. تمام. لما يجي الرول السليف رولر ده بقى يلف، بياخد الحبر من وسط الديفولبر بس يعرضه على، لان المغناطيس بيبقى ماسك الديفولبر من الناحيه الثانيه علشان يحافظ على الدرام ان مفيش كده. الديفولبر بقى ما نطلعوش من التانك بقى اصلا، خليه جوه التانك. لو الحبر نقص فبيطلع اللي بيطلع الديفولبر هو اللي بيطلع بس. وانا كده السياسه دي حافظتي على الدرام على رقم واحد ده كده، حافظنا على الدرام بحيث بس. هو كده كده الدرام متحافظ عليه لان انا محدد طبقه الديفولبر في التنكات اللي الرول ماجنتيك بيسلم الدرام. هنا الرول ماجنتيك بيسلم سليف رولر. القصه هنا ان انا منعت الديفولبر ان هو يطلع اثناء عرضه على الدرام، يبقى الحبر بس هو اللي بيطلع وانا مش عايز غير الحبر. تمام كده. انا قللت من احتماليه ان الديفولبر يسقط بره، ان الديفولبر يتلف الدرام ينقطه، لان من اكتر الحاجات اللي بتنقط الدرام ايه؟ الديفولبر. انا كده ما خليتش معامله للديفولبر مع الدرام، فكده اتوقع ان الدرامات دي من اكتر الدرامات او اقل عرضه في الدرامات ان هي تتنقر، لان انا تصميم التانك قدامي وراني ان الديفولبر ما بيتعرضش للدرام، هينقره ازاي؟ واصله؟ عاش يا رجاله. الله ينور.